مش عايزه اقول لك قد ايه اتبسطت النهارده لما قلت لي يلا ننزل نتعشى. بس نزلنا مع بعض النهارده مش معناه التزام مني باي حاجه، احنا اصحاب. اه اكيد طبعا، هي بتبتدي اصحاب وبعدين بتقلب بحاجات تانية. بتقلب بحاجات تانية حسب، يعني في حاجات كتير قوي. انت تقصدي اي نوع من الحاجات التانية؟ لا، هو انت ايه الحاجات اللي في دماغك؟ لا انا مفيش في دماغي. وانت ليه بتسميها حاجات اصلا؟ لا هو انت اللي قلت من الاول مفيش التزام باي حاجه. طب بصي بقى، انت عودتيني من يوم ما عرفنا بعض ان انت بتقولي كلام كده من غير تزويق، فانا هعمل زيك. ايه رايك؟ اكيد اعمل كده طبعا. اوكي، انا مش بتجوز، انا مش بتاع جواز. يعني لو حصل وقربنا من بعض اكتر من كده ما تكلمنيش في موضوع الجواز ده خالص. هو انا مش عايزه اتجوز، يعني انا عايز اكل. حلو، افيد برضو. اكيد. أهم حاجة تبقي إيجابية وتاخدي قرار الصح في الوقت الصح واللي يصبه في مصلحتك، وساعتها هتلاقي حياتك كلها اتحسنت. ياسين ممكن دقيقة؟ عاوزاك لو سمحت. ممكن دقيقة؟ عايزاني؟ وحشتني. أنا؟ ما عاوز أقعد أتكلم معاك. لا أنت؟ دلوقتي. يا ريت بقى تقول لصاحبتي النصابة إنها تمشي تروح في أي حتة. يعني عايزاك ضروري وعايزة أتكلم معاك. لو ما كلمتش معاك دلوقتي همشي ومش هتشوف وشي تاني. قلت ايه؟ انت عارفه اني بقالي كام يوم بحاول اكلمك وابعت لك وانت ما بتردش عليا، وكمان عملتي لي بلوك من غير ما اعرف حتى السبب. اوكي همشي. استني، لسه ما خلصتش كلامي. ما اقصد كمان ان انا حابب اتكلم معاكي، بس يا ريت بلاش تحطيني في اي موقف محرج. انا جاي نتعشى وخلاص خلصنا، يعني كمان جاي في عربيتي. نمشي دلوقتي ونتكلم مع بعض سوا. ما هو ما ينفعش واحدة. هو في ايه بالظبط؟ هو في حاجة؟ في ايه بالظبط ياسين؟ أنا بجد مش عارفة ازاي ما كنت شايفة كاركترك ده. شخصية مستفزة وبتحا. حقيقي كومبو خطير. لا أنا مبسوطة قوي إنه عجبك الصراحة.
بقول لك ايه يا ملك، فير انف. انا بقى رايك ده مش فارق لي خالص. وبعدين هو في ايه يا بنتي؟ وانا خطفت جوزك، خدت منك خطيبك، وباي ذا واي يو دونت نو هيم. بصي انا مش مضطره ارد عليكي ولا اتكلم معاكي اصلا، انا مش شايفاكي. ياسين بتعمل ايه؟ هاي ياسين بتعمل ايه؟ خد اوبر وافتح عربيتي توصلي بالسلام. هو انت بتعملي كده ليه؟ بعمل ايه؟ ليه بحاول اكلمه؟ وليه هو كان بيحاول يكلمني ودلوقتي انا حابه اكلمه؟ انت مالك؟ وانت فاكره بقى ان انا هسمح لك بده؟ جيهان انا مش في خناقه معاكي عليه. هو برضو ولا حبيبك ولا جوزك. انت بتعرفيه بسببي. وانا دلوقتي حابه اكلمه. بسيطه. حلوه قوي. وانا بقى اتكلم على المكشوف. بص يا ملوكة، مش هسمح لك تاخدي ياسين مني، يعني ما تضيعيش وقتك. من الاخر كده على جثتي. اوكي هنشوف. باي باي. ايه ده؟ جيتي ليه؟ هو ايه اللي جيتي ليه؟ ايه ده، هو انت بجد هتسيبني عشان الست ملك هانم ظهرت ولا ايه؟ جيهان انا ما بحبش اتحط في موقف زي اللي حصل دي قدام الناس، انا راجل مش نكره. وانا مش من الشارع عشان مش ابقى جايه معاك مكان نتعشى تقوم سايبني وتمشي. انا ما سبتكيش، انا اديتك مفتاح عربيتي وروحت في اوبر لان ما كانش ينفع افرج الناس عليا في المكان. اوكي معاك حق جدا، فعلا اللي عملته الست ملك هانم ده حاجه فعلا ياي، يعني بجد بيئه قوي. بس المهم قول لي ناوي تعمل معاها ايه؟ عامل معاها ايه في ايه؟ يعني هتشوفها تاني وتخرجوا وكده ولا ايه؟ جيهان جيهان احنا اصحاب زي ما انا وملك اصحاب بالظبط، او ينفع نبقى اصحاب، ده الموضوع مش اكتر. ده الموضوع مش اكتر؟ اوكي فهمت. يلا تصبح على خير. يوه انت رايحه فين؟ هركب اوبر. استني هوصلك. اوكي هدور انا العربيه لحد لما انت تيجي، ما تاخرش. حتى إذا مال قلبي لإحداهن فهل تهدأ نفسي؟ ربما أخشى أن أكون زوجا، لكنني لا أستطيع العيش بدون أن أحب. ياسين ياسين أنت إزاي مش حاسس بيه إن أنا دخلت؟ وأنت بقالك كتير؟ لا مش قصة كتير، بس بيني وبينك طبيعي برضه. هو ايه اللي طبيعي؟ يا عيني ما انت هتلاقيها من جيهان ولا من صاروخ اللي قاعد مستني حضرتك بره. صاروخ ايه؟ اه ما هو الاعلاميه المعروفه ملك نبيل قاعده بره ومستنيه تشوف حضرتك. انت عماله ترغي الرغي ده، خليها بسرعه يلا. يا سلام ده حب بقى. يلا ماشي. اتفضل. وانس ياسين في انتظارك. ميرسي. بصراحة جوايا أسئلة كتير. طبعا أول سؤال أنا هنا ليه؟ لا إنك هنا فده أحلى حاجة في الدنيا، إنما الحقيقة أنا مش قادر أعرف السبب. كلامك بصراحة؟ أكيد. عشان أنا محتاجة أعدي الفترة دي من حياتي، محتاجة حد أتشعبط فيه يساعدني أبتدي مرحلة جديدة في حياتي. وليه شفت الحد ده فيا أنا؟ عشان أنت مهتم، أنت مهتم من أول لحظة، وديتني أتنشن، اتكلمت معايا بطريقة فيها تقدير واحترام، ودايماً كلامك كان بيسيب انطباع إيجابي جوايا حتى لو ما كنتش مركزة ساعتها أو مستوعباة بسبب مودي الملخبط. بس لما كنت بفتكره بحس إني مبسوطة وإني عاوزة أكلمك، إني عاوزة أعرفك أكتر. طب لما كل ده جواكي ليه عملتيلي بلوك؟ ما هو عشان البلوك ده اللي أنا عملته
انا من امبارح بحاول اشوفك واكلمك عشان حسيت ان انا غلطت فيك وكنت عاوزه اصلح غلطي ده. وايه سبب البلوك اصلا؟ سببه اني كنت مكسوفه منك ومكسوفه من الموقف اللي انا حطيتك فيه، بس بعدين قلت لا لازم اواجه وما احرمش نفسي من حد انا حاسه ان انا عايزه اعرفه بسبب شخص اذاني قبل كده وخلاص بعد عني، فليستسلم لاذاه حتى بعد ما بعد. انا مش عارف اقول لك انا مبسوط قد ايه من اللي انا بسمعه بجد، كاني بحلم. بس يا ريت ما تقلبيش مره تانيه. مش هقلب صدقني، مش هقلب. بس هو في مشكله. ايه تاني؟ جيهان مالها؟ واضح انها مش حابه ان احنا نبقى اصحاب. حابه او مش حابه ده شيء يخصها، بعدين دي مش مشكله اصلا. بقولك ايه، ما تيجي نخرج بالليل؟ اوكي.